السلام عليكم يا شباب، معكم احمد اشرف من قناتكم المفضله جيمنج بالعربي، ومعنا النهارده مفاجاه لعبه اللون ان ذا دارك. برضو اللي ما يعرفش مين اللعبه دي، دي اساسا زمان كان ليها سلسله مش كتير، بس هم اعتقد هم كانوا ثلاثه. انا لعبت الثلاثه، اتنين قفلتهم اعتقد، اتنين قفلتهم، لا واحدة بس اللي قفلتها، والباقي لعبتهم بس كده مشيت فيهم. اللعبة دي من الالعاب اللي ليها كده ايه وضع خاص عند ناس معينة، منهم انا، فانا معجب باللعبة دي من زمان، بس هي اتظلمت شوية لما اتعمل الجزء الثالث. اعتقد المشاكل اللي فيها كانت الكنترول بتاعها، في حاجة ما كانتش مظبوطة يعني، فدي ضايقت ناس كتير، عشان كده واخدة ريت وش، بس انا قفلتها حلو. دلوقتي اتفاجئنا، يعني انا كنت عارف ان في جزء جديد بيتعمل Alone in the Dark، وانا اتفاجئت النهاردة ان قرروا يحطوا زي برولوج او مقدمة. اعتقد دي هتكون نفس المقدمة ساعة ما اللعبة ما تنزل، هي هتنزل خلاص في اكتوبر القادم السنة دي 2023. طيب معانا اللعبة دي Alone in the Dark تحت مسمى Grace. مين هي Grace ده اللي احنا هنشوفه؟ انا ما اعرفش اي حاجة دلوقتي عن اللعبة خالص، فاعتقد المقدمة هي هتدي لك التيبس او هتدي لك الدفعة الاولى عشان تفهم هي بتتلعب ازاي، قصتها بتدور حوالين ايه وكده. فمن خلال الصور اللي انا شفتها وكده، هم ستايل تلاتيناتي، تلاتينات اربعينات، فاعتقد ده نفس الستايل Alone in the Dark الجزء الاولاني القديم خالص، اللي هو مش فاكر انتاجها سنة كام، بس ايام ايام الكمبيوتر ما كان صخر تقريبا، حاجة كده قديمة اوي. وده شيء مثير للاهتمام الصراحة، فقلت انزلها ونجرب مع بعض. لسه ما عرفش اي حاجة فيها، ونجرب مع بعض ونشوف. متنسوش لايك شير سبسكرايب للقناة، ويلا بينا نخش مع بعض Alone in the Dark Grace. تمام، وبدأنا اللعبة. عامة انا مزود الجرافيك على الاخر، ما فيهاش تتبع اشعة، بس فيها DLSS وFSR، فانا مستخدم DLSS ومخليها على الكواليتي. واللعبة معدية 120 120 100، يعني حلو، ادائها جميل جدا. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. مين بقى البنوتة دي؟ طبعا انا ما اعرفش اي حاجة خالص. الجرافيك لغاية دلوقتي هو جميل جدا. ماشي. ايه ده؟
my best work if I'm being honest. قاعدة بتلعب في اوضتها تقريبا في صوت مضايقها. هنشوف ايه. اللي ما يعرفش Alone in the Dark هي اساسا لعبه رعب. ها تمام، هي اساسا لعبه رعب. Cassandra should be more careful with her medicine. I already washed my hands today. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No. He could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. مفتاح. اوكي. Uh-oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. من خلال اللهجة بتاعتهم اعتقد دول امريكان.
اللي بيحصل الواحد مش فاهم. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. على فكرة اللعبة الأداء بتاعها يعني إيه ساعات يبقى تمام ساعات ما يبقاش. طبعا هي لسه ديمو دي مقدمة ف كده في الفاينل هادي بقى. Oh, a little night music. Mr. Wakes, hello. عايز مفتاح. الديمو هيقفل على كده هتضايق. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. إيه ده؟ خلاص كده؟ أنا اتضايقت. أنا اتضايقت. طيب، من خلال اللي احنا شفناه ده في مفاجأة. انا اتفاجئت ان الابطال انت هتلعب بشخصيتين دولت اساسا ممثلين معروفين طبعا اللي ما يعرفش، فده شيء كويس جدا اعتقد بالاداء الحركي والصوتي، مش الصوتي بس يعني اسلوب اللعب. انا ما اقدرش احكم عليه قوي يعني، دي تعتبر مقدمه وكانت حاجه صغيره في حاجه جيده جدا يعني جيده جدا. هل هي تستاهل؟ انا عن نفسي بالنسبه لي تستاهل يعني، لا استطيع الانتظار حتى قدوم اكتوبر. موضوع البري اوردر هو لسه ما بقاش متاح، بس هم حاطينه ليه انا مش عارف يعني. انا بلعب على ستيم ف البري اوردر مش متاح، يا تعمل ويش ليست يا تلعب البرولوج. طيب يعني زي ما انتم شايفين اهوت الون ان ذا دارك هتنزل في اكتوبر. بس شكرا للمتابعه يا شباب، واشوفكم في لعبه جديده، و أشوفكم مرة الجاية.